السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ملي بدا ياسمين للطبخ راح نقدم وصفة بالكابويا، بعد ما درناها في عدة وصفات جواز تكتوكا. اليوم راح ندير لكم بها بإذن الله مربى الكابويا. اللي نحتاجه فيه، انا عندي هنايا كابويا قشرتها، نقيتها مليح وغسلتها، قطعتها كاع هكا صغيرة مرصوات صغار. عندي 2 حبات برتقال ولا تشينا، عندي حبة تاع ليمون، عندي عود قرفة، 1 كيلو سكر راح ندي منه 800 غرام، برك ما نحتاجش الكيلو كامل، راح ننقص منه شويه. والبرتقال ندير 2 حبات باش نحي لي هذاك الذوق تاع الكابويا. بهذا البرتقال يولي يعطينا واحد البنه ما شاء الله. انا دوك نكرفج، ندير السكر، ننقص منه من الكيلو، ننقص 200 غرام هكا، الكاس يرفد 200 غرام، نقص منه كاس يبقى لي 800 غرام. راح نديرهم كاع على الكابويا. هكذا دوك نحتاجو الزست هذا تاع تشينا والزست تاع القارص، نحي الزست من بعد نقشر تشينا وندير هذاك اللب تاعها. انا نكمل هكا نكرفج الحبات تاع تشينا والحبه تاع القارص، نعاود نولي لكم ان شاء الله. راني كرفجت الحبات تاع تشينا اللي قلت 2 حبات، والحبه تاع القارص ثاني نحيتها، نحيت الهزست تاعها هاوليك، كرفجتهم مع تشينا والقارص. وتشينا نحيت لها هذيك القشره، هذيك كي نحيت الزست تبقى هذه القشره الفوقانيه، نحيتها قشرتهم كاع مليح وقطعتها هكا، قطعتهم هكا قطع صغيره مع الحبه تاع القارص ثاني يعني قطعتها. دوك نضيفهم للكابويا والسكر هكذا. دوك نحركو كاع هذو المقادير اللي قلت، كيلو عندي كيلو كابويا، درت عليها 800 غرام تاع السكر، 2 حبات تشينا بالزست والحبة كاملة، حبة قارص ثاني نحيت لها الزست وقطعتها الحبة، قطعتها كاع هكا مرصوات صغار. دوك انا نخليها هكذا ليل كامل، مرة على مرة نحركها هكا حتى تطلق كاع الصباح، ان شاء الله نلقاها نلقى السكر هذا ذاب ولا كي شغل سيرو. دوك كي حركتو كاع مليح هاوليك، يندمجو كاع هذوك المكونات كيف كيف مع القرفة مع القارص والتشينا، هاوليك ديجا بدا يطلق هذاك الاخر لاغسل تاعو، هاولي كي يذوب السكر يولي شغل سيرو هكذا. دوك نغطيه ونخليه حتى لغدوه ان شاء الله باش نولي ليكم نطيبوه كيف كيف. راني وليت ليكم بعد اللي خليت الكابويا والتشينا والقارص والسكر هكا بات ليله كامله مع الكابويا. دوك السكر راهو ذاب، شوفوا كيفاش راه وطلق الماء، راهو كي سيرو ثقيل. دوك نديرو يطيب، نحكم هكا طنجرة هكا تكون ثقيلة شوية، وندير هذاك الخليط تاع هكا بسم الله، نديرو هكا دوكا فوق النار، نشعل عليه، كي يبدا يغلى ننقص للنار، نخليه يطيب غير بالعقل.
دوك هو راه يطيب. شوفوا دوكا هنا في الوسط الرغاوي اللي يديرهم هادو هكا لازم نحيهم. هادو هما اللي الرغاوي اللي فسدوا لنا المربى، ما لازمش نخلوهم. يجوا هكا مع الطرف هكذا، هاهم ليك، هادو كاع هكا نحيهم. كل ما يغلى يدير هكا شويه رغاوي لازم نحيهم. هو دوكا راهو قريب يطيب، والسير تاعو بدا يثقال، هاوليك ما بقالوش بزاف. كي يطيب نعاود نولي لكم ان شاء الله. بعد ما طابت الكابويه تاعي هاوليك، يعني ولات السيرو هذاك ثقيل، شوفوا كيفاش راه ماشي مايه. هاوليك طفيت عليه، دوك نحي العود هذاك تاع القرفه ونميكسي. هاوليك المربى تاعي بعد ما لحيتو يعني جا ما شاء الله هايل، يعني ذقتو ما فيش هذاك الذوق تاع الكابويا اطلاقا. الكو تاعو جا الكو تاع تشينا، يعني ما فيش تماما الذوق هذاك تاع الكابويا، جا رائع مليح هكا. دوك نستعملو انا للحلويات ولا للخبز للدراري. هاي ليك الكميه اللي تحصلت عليها، يعني درت كيلو كابويا تحصلت على هاد الكمية ما شاء الله. يعني درتو في بلارة بعد ما عقمتها وخليتها نشفت مليح. هاوليك المربى تاعي، نتمنى انكم تجربوها بهذه الطريقة وتنجحوا فيها ان شاء الله ويعجبكم. وما تنسوش ديروا لي جيم لا فيديو، ابوني باش يلحقكم كل جديد فيديوهاتي ان شاء الله، والى الملتقى.